السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة هنشوي بتنجان على البوتاجاز بطريقة سهلة وبسيطة. خليكم معانا. عندنا بتنجان رومي، وعندنا فلفلة كبيرة كده، شوية البتنجان على عين البوتاجاز كده زي ما انتوا شايفين، مبحطهاش في الفرن علشان البتنجان بيسود من جوه، بيبقى أحلى على البوتاجاز كده. بقلبها كل شوية الطريقة دي. وعندنا مية نظيفة بعد ما اتشوت، حطيتها البتنجانة فيها، مية عادية، بقشر البتنجانة كده، بقشر بكل سهولة زي ما انتوا شايفين. وبعد ما بقشرها كده، اتقشرت يا جماعة، اتقشر بكل سهولة معانا. انا بوريكم من جوه اللي هي ما سودتش، لو انت شويها في الفرن بتسود من جوه، لكن هي جميله من جوه، جميله جدا زي ما انتوا شايفين كده. حطيت معلقه كبيره كمون، وحطيت ملح، معلقتين كبار طحينه، عصير الليمون، في ناس بتضربه في الخلاط يا جماعة، أنا ما بحبهوش في الخلاط، لازم كده يتهرس بالإيد كده عشان نحس بطعم البتنجان. ده الفلفل الكبيرة، الفلفلية الكبيرة حطيت عليها زيت وحطيتها تحت الشواية، اتشوت معانا كده. حطيت عليها ثوم مفروم وعملتها في الهون زي ما انتوا شايفين، اتقطعت معانا حتت صغيرة كده، هحطها على البتنجان بيبقى طعمه جميل جدا. كده بعمله بالمعلقة كده، بيتعمل معانا بكل سهولة. هحط ده دبس الرمان، بيبقى طعمه جميل جدا. وحطيت زيت، اها كده قدمته بالشكل ده، حطيت رمان على الوش كده، وده دبس الرمان جميل جدا. جربوا البتنجان ده يا جماعة، جميل جدا. سلطة البابا غنوج جميلة جدا، جربوها، أحلى سلطة بابا غنوج تعملوها. ألف هنا وشفا، والسلام عليكم ورحمة الله.